السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب، يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مساء. يا رب يكون الجميع بخير يا رب. بصوا يا شباب، النهاردة معلش احنا اسفين الأول قبل أي شيء، اسفين على التأخير، اتأخرنا عليكم بس راجع لكم بحاجة حلوة. قبل ما نبدأ الفيديو تحياتي للأستاذ أحمد الحلفاوي. عنواننا النهاردة إن شاء الله صيد المراكب العطلانة، بديل الشط وبديل التصقيد. قبل ما ندخل في التفاصيل ان شاء الله نقول لكم يعني ايه بديل الشط وبديل التفاصيل. طبعا انت على الشط لما تيجي تصطاد على الشط تصطاد بغماز عادي ببوسة يد، او بتصطاد تشويح او حداف على حسب ما الناس ما بتقول، بتبقى على الحاسة، سواء ضربت في اللبلوك سواء ضربت سماعة في ايدك، ده بيكون ايه نظام صيدك. وبالنسبة للفلة، الفلة بتغطس فبتضرب. بالنسبه للتسقيط بندخل جوه بنصطاد على الحاسه بس، او برضو ايه على الضربه بتاعه اللبلوق. متفقين كده؟ طيب ايه بقى صيد المراكب العطلانه؟ في مراكب بتبقى عطلانه بره الخدمه، يا سواء مثلا عنده اصلاحات هيعملها، مستني حاجه يعملها، او في مشاكل ايا كانت الظروف. وفي مراكب بتبقى ملهاش شغل، بيبقى في ناس تانيه ومراكب تانية عارفين أصحاب المراكب ديت وعارفين أماكنها، فبياخدونا بينزلونا عليها. تاخد أنت طبعا معاك أكلك وشربك وطعمك وعدتك، وبتقعد إيه على المركب بتقضي اليوم كله. طبعا بيبقى يوم ظريف طول ما أنت قاعد، جنب منك رحلات رايحة ورحلات جاية، والناس اللي هي غاوية المراكب الشراع، بيبقى يوم مسلي. وممكن برضو يكون يوم عائلي، يعني ممكن تاخد عيلتك، بس هي القصة ان احنا بنطلع بدري خالص، بنطلع يعني من قبل الفجر، عشان هو بيبقى التركيز كله على ساعة الاستباحة دي. عدتنا اللي كانت مستخدمة النهاردة، انا كنت شغال بعود 4 متر ونص، كان عليه خطة 40. الرمال بتاع كل المركب، كانت كل المركب شغالة 20 25، كان في ناس شغالة ببوسة يد 8 متر، لان هو العمق كان تقريبا 10 متر، فهم كانوا بيصطادوا ب 8 متر، وفيلا على اساس العيار بتاعه 8 متر كان بياخد السمك اللي بين الايه اللي بين الميتين. السمك اللي كان موجود على الارض في الرحله دي كان سمك صغير، السمك الكبير كله كان بين الايه بين الميتين، بين مش على الارض. كان الطعم المستخدم معانا، كان معانا عقر، وكان معانا برغوت، وكان معانا عجينه. افضل حاجه اشتغلت كانت البرغوت والعقر. طبعا العقر بياكل عليه السمك الكبير كويس، ولكن السمك الصغير ده كان البرغوت ايه بنصطادوه بيه. قضينا وقت كويس والحمد لله رب العالمين، ونتمنى لكم ان شاء الله مشاهدة ممتعة. نروح لأول سمكة في الفيديو بإذن الله. تحياتي لكم جميعا، صباحكم زي الفل يا رجالة، نهاركم عسل ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله برضو فيديو جديد ان شاء الله. قاعدين في الحوض بتاع بحري، قاعدين على المركب زي ما انتم شايفين كده، مراكب بتبقى واقفه. هنجرب حظنا ان شاء الله، وربنا كريم، ده اول استفتاح معانا. اتمنى من الله ان ربنا يومنا كويس باذن الله. ده اول استفتاح ان شاء الله. ماجد حسن، صباحك زي الفل انت والحضره واستاذ احمد الحلفاوي. يا كريم يا رب يا شباب، نهاركم عسل ان شاء الله. على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دنيس اهو. طب تعالى شوف. عشان مروقات رحال. بص انا موقف هادي. طب يلا. اطلع يلا اطلع اطلع اطلع. سمي الله ابو خالد وقف. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. كريم يا رب. ان شاء الله. الصلاة على النبي. ابو خالد ده ولا ايه؟ احلى ميرة. ده وقعت عارف. يلا انا كمان جاي. يلا صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي يا كريم يا رب، صل على النبي، صل على النبي يا كريم يا
يا رب. سلام على النبي. احلى بطاطا دي ولا ان شاء الله يكون زي العسل. حلاوتك يا ابو خالد وحلاوه اكياسه. ان الارض هنا اكتر من 8 متر اخوانا. هي بتاعت 7 10 متر. انا خد مني في النار هناك. ايه ده؟ بطاطا ان شاء الله. الله يبارك. داخل على ايه؟ منوعات رحالة. مصور منوعات رحالة. اصطدت يا مستر امير النهارده؟ اصطدت مغمار وحاجات حلوة. اول ميره ليا النهارده ده شباب اهيت واخده على العايم يعني ان شاء الله. انا لو كده ممكن استنى شويه ايه بين الميتين يعني. الله كريم يا شباب. ايوه ده بقى عامل دماغ مع نفسه كده. بسم الله ما شاء الله. هوايه برضو. الشمس مش هتجيبك يا مين. لا 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 ما شاء الله. محمد عاوز تفتح بدنيس حلو اهو. بسم الله ما شاء الله. دنيسة حمام. ها دنيس. الله يوسع رزقنا ورزقك يا رب. في امل ابو خالد؟ يلا يا بوب. والله انا عندي الامل بس هو امير اللي كان موخر. احلى تقويسه معانا يا شباب. الله المستعان يا رب يا كريم. صلاه النبي صلاه النبي ما شاء الله لا قوه الا بالله. العب العب على الموزة المتضخمة يا كريم يا رب. الله يبارك في رزقك يا حماه. أحلى موزة حماه. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك.
السمكة دي اسمها يا جماعة؟ السمكة دي اسمها ايه بعد اذنكم؟ حاجة حلوة يعني، احلى ناس واحلى عالق. البوب ما شاء الله عليك يا بوب. محمد باشا، ابو خالي، هلا والله، هلا 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 هلا، احلى ناس والله. صلاة النبي، صلاة النبي، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. اطلع بيها الاول يا لطيف يا رب. احلى ابو ايمان وضرب على الفاضي. ايوه يا مستر، ايوه يا مستر، ايوه يا ابن خالي وخلايالي. تعال بقى هنا. اوعى تقول لي واحد تاني. طب الحمد لله يا كريم يا رب. انت قلت بقى اسمها ايه؟ ايه؟ جرجار. دي شبه الكحلة. حبيبي يا حماه، حبيبي يا بوب. يا ابو خالد، لا يا الله، راحت خلاص. خد امير. ماشي طبعا. الفل يا والله، الفل ده. صباح وشرغيش، صباح وفل، احلى صباح. الرئيس محمد، صباح وشرغيش اهو. الله يسعدك يا رب. خلاص ما طبعا يا جماعه، ان شاء الله انا بالنسبه لي دي نهايه الفيديو كده، كفايه عليا انا ان شاء الله يعني. كان مشرفني النهارده والله في منوعات رحاله الاخ محمد والاخ ايهاب، ناس صادين 10 على 10 والله. بصراحة كانت صحبة طيبة وأسعدنا بيهم والله العظيم. أهلاً، أسعدنا بيك والله. الله يحفظك يا رب يا حبيبي. ورزقك حلو بقى. الحمد لله رب العالمين. طبعاً منور اسكندرية كلها، منوعات رحالة، وأستاذ سامح الخوالقة طبعاً منور اسكندرية والله. إحنا اتشرفنا أول يوم نتشرف بمعرفته. الله يحفظك يا رب. أنت منور اسكندرية. ربنا يديم المعروف وإن شاء الله إحنا مع بعض على طول بإذن الله. آمين. طبعاً مش عايز ننسى خالي وخلايالي. المستر امير الخوالقة، تعالى كده يا مستر عشان الشمس بس. تحياتي ليك يا مستر. ابو خالد، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.